موتور اكس. السلام عليكم متتبعين قناة موتور اكس، فيديو جديد كما وعدناكم وكما وصونا الدراري على بزاف ديال الناس، قالوا لنا كنديروا هذا الموضوع هذا اللي هو كيفاش تبدل سواكم. فهمتي، حنا عندنا موطور ستوندار وكنجيبو ساكماسك ديال ليزاج الاول، باش انتم غادي تعرفوا علاش من بعد. موريناكم في الحلقه اللي فاتت، الا بغيتي تخدم بالموطور واقف بحال هكا هذه راه طريقه سهله، بلا ما تحيد لا كاريناج لا حتى شي حاجه. حيد المونتيسور الاولاني، دير الصندوق في تحت الرويضه القداميه باش يجي بحال اللي مكابري، وانتم غادي يبان لكم السيلندر يبان هنايا مزيان وشي هو هذاك. قبل ما تبدا هذه العمليه كامله، حيد دير فيدونجي الماء، خوي الماء من الرادياتور، وعاد غادي نبداو ان شاء الله العمليه ديالنا. السويرتات اللي غنحتاجو 5 سيبو باش نحلو الشاكمة والفلتر ديال الريح، وساروت 10 باش نحلو الكيلاس، بانس باش نحيدو السير كليبس، وريقة ديال كاغيط الحرش من بعد انا نقول لكم علاش، وطورنوفيس بلا. توكل على الله اخويا. اول حاجة نحيد الفلتر ديال الريح الموتور، حاول اي بولون حيدتيه، عقل على مين فين حيدتيه منين حيدتيه. هاهو كيما شتي، غيبان لك السيلندر وضوح، الشمس في نهار جميل. حل الشاكمة ديالك، من بعد ما تترخي داك جوج بولونات وترخي البولون ديال الشاكمة اللي من هنايا لتحيدها، غير تجرها غير بحال هكا، غير بهاد الطريقة هادي، غير تبع لك غير على السيلندر، كتحل الكيلاس، تحل الكيلاس بحال الطريقة اللي وريناكم كيفاش تبدل جوان كيلاس. كاينين أربعة ديال البولونات بساروت 10، كاين اللي تلقى عندو بساروت 11، المهم غالبا تيكون بساروت 10، واللي ننصحكم بيه خدم سوارت مزيانين باش ما تفرعش الكروات. إذا كان عندك شي ساروت مدراح ولا شي لعبة، من الأفضل تحيدو. خدم الساروت مزيان باش ما يبقاش يلاشيو لك الكروات وداك الشيء تفرعو. راني كنحاول نقلل باش ما نديرش الفيديو طويل بزاف، داك الشيء علاش راني كنحاول. دابا حلينا اربعة د الكروات بربعة بيهم، بقالك تحل كيلاس شي مشكل. كيما كتشوفو الموطور دايرين لو لونتيجين ماشي الماء باش ما يسخن مع حتى لعبة، غير شويه ونحلو الدوريتا ديال اللي كاينه في السيلندر. يمكن لك تحلها حتى من ديك الجهه الاخرى، ولكن من الافضل هاد الجهه باش ما تبقاش التيو ديال الزيت. ما بغاش يتقاد هاد النار هذا لونتيجر. غنضيعو فيه جبت السيلندر بلاتي هي احسن، هاكا طلع البيستون الفوق هاكا. لا حي حي خي تيري اخي حكيم، غادي تبدل السواقة ما تبدلهم ماشي مشكل. فهمتي، لا اسهل طريقة هاكا باش يولفو في المونتاج نوريهم كيفاش. بانس كليبس ها هو هاكا، تحيد السير كليبس ديالك هاكا، فوالا بلاتي نوريهم. كاين انواع، كاين هاد النوع وكاين نوع واحد اخر سير كليبس، هذا هو اللي مزيان، هذا هو احسن سير كليبس، هذا هو اللي تيكون اصلا في الدوريجين. ها هو كاين هذا النوع هذا عاوتاني اللي ما فيه حتى شي حاجه، هذا تيكون شي شويه صعيب في الخدمه ديالو. المهم ما عليناش، فاش عيدنا السير كليبس تيستور نوفيس، وغادي تمشي تضرب على اللاكس بيستون باش يخرج بحال هكا. ها هو هذا اللاكس بيستون، تيري السيلندر ديالك وحده مع اللورما اللي كاينه في البياله، حطها. راه كنت ديجا درت فيديو عليها، تفكرتي قلب في القناة غتلقاوني هدرت على هاد اللورما هادي. ها راه السيلندر، ها
باش فاش كتحيد السيلندر بغيتي تقلبو واش مزيان واش وقف على الليزاج ولا ما وقفش، هاك تقلبو هاك. هاد السيلندر مازال مزيان ما كيمشيش يولد باستون ويجي، ما يدير لا تقرقيب لا والو. حنا راه بالعاني بغينا نديرو هاد الحلقة هادي، حنا الموطور عندنا ما خاصو حتى حاجة، راه غير باش نوريكم حنا تنحلو ماشي مشكل، فهمتي؟ ماشي مشكل سواق هانت يا ما يكون لا تقرقيب لا والو. باستون هذا هو كتيكون هاو، فاش تبغي تليزي ولا شي حاجة من الأفضل دير باستون دوريجين ماد ان جابون. الناس ديال هاد السواقم فهمتيني، وراه تيكون المهم سير على الله خويا. كيفاش حيد الساق؟ عاود الساق القديمه كتحيدها بحال هكا وتبلاصيها هنايا باش تعرف باش تعرف. هانتوما واحد الفتحه هي تما بلاتي الساق، ما راه ما عياناش بزاف عندي انا، ولكن هاي شي داك الصغيبه بلاتي نركز عليها الكاميرا. هاي شتيها، حنا ان شاء الله غادي نركبو ساقمه ما يكونش فيها حتى ديك الزغبه، ما غاتكونش. ما تتعرفو شنو هو الدور ديال الساقمه في الموطور؟ الساقمه هي اللي كتطلع الكومبريسيون، هي اللي كتجمع نفس الموطور. يعني الا ما كانتش الساقمه مزيانه الموطور كيكون فاشل، كيكون مقتول فهمتيني، تعيا ما يشدش الرالونتي بزاف. اللي كيقول راه الكالبيراتور هي اللي داير لي المشكل، وان راه الا كان السيلندر مسخسخ خصو شي يكون مشرط من هنا. ها هي كما كتشوف راه مرايا ما في والو. بلاتي نركز على الكاميرا، بلاتي خلي الكاميرا كانت ما فيهش حتى شي شرطه، ما فيهش حتى شي شرطه، وما فيهش الدرجه هنا، ما فيهش هنا لاكورج. هي حتى هي دوز سبعه كتلقى هنايا ما كاين لا لاكورج لا والو. الا كانت فيها لاكورج خاصو يتنزع. ما عليناش ندوزو للمرحله الثانيه. دابا عاد وصلنا علاش نحتاجو الحرش، حيت هاد الطريقه هاد الحرش مزيانه. دابا المرحله الثانيه غنجبدو الساقمه بحال هكا وغادي نقيسوها هنايا. هاد الساقمه جبناها كبيره على السيلندر اللي عندنا، فاش كدير لها هكا ها هي جات راكبه وحده على الاخرى. شتيها تتبانش مزيان. المهم مخصهاش دابا جات راه كبيره، جات هكا هكا وحده فوق وحده. حنا غادي نموليو شويه من هنا وشويه من هنا بالحرش باش تجينا مسدوده، حتى داك الدو اللي كان في هاد الاوليه اللي حيدنا ما غيبقاش. هاد الطريقه هادي مزيانه للدراري اللي عندهم السيلندر واسع ومسخسخ وكيدير لهم التسرسير والتقرقيب، فاش غديرها مسدوده بحال هكا بلاتي باش دير الساق مسدوده بحال هكا ما غيدير لك لا تسرسير لا تقرقيب لا والو. غناكد لهم على هنايا انتي دابا مراكبه وحده على الاخرى، واني ماشي بزاف هي راكبه اي شويه هي راكا دايره اي واحد شويه غادي نحكوها شويه بكاغة الحرش، حيت هاد الخدمه هادي علاش تنديروها؟ هادي افضل من هذاك اللي كيديروا الطيفلو، تيديروا الطيفلو هنا في البيستو خوتي. انا جربت هذيك الخدمه ولاني ما عجبتنيش. هيك هيك سخون كيتحيد داك الطيفلو و تيفشل الموتور صافي، داكشي علاش ما خداماش. اما الطريقه هادي اللي مزيانه كتشد الطرف ديال الطوله بحال هكا باش يطبع شي لعيبه رقيقه شي حاجه كيما كانت، وكدور عليها هاد الحرش هكا وتحطها هكا وغتبقى تمولي بحال هكا. برضانيشان وغنبداو نقيسو في السيلندر برد من الجهه الاخرى، هاك برد هكا شويه من الفوق وشويه من هاد الجهه وشويه من هاد الجهه باش ماشي تاكل غير جهه وحده هكا. ضرب وقيس وتقيس في السيلندر. شو مزال قريب واحد شويه ماشي بزاف، حيت راه ما بين ستوندار والليزاج الاول راه ما كاينش بزاف. اي صغيبه كتكون. وتا بالنسبه للدراري اللي عندهم بحال هكا مليزي على 50 ولا مليزي على 0.50 شري ساقمه ديال 0.75 وما تخافش. الا كان السيلندر عندك ما مجروح ما والو ما واقفش على الليزاج ما كيدير لا تقرقيب لا حتى حاجه، دير غير هاد الخدمه ورد عليا الخبر. غادي تولي الكومبريسيون ديال الساق ما تيديروهاش، ما يديرهاكش سيركليس. يقولك جيب ساق ما يقولك عندك ستوندار جيب ستوندار، عندك 50 جيب 50. هادو راه غير شويه غنشوف لك قربوا لهم. دابا ما بقاتش مراكبه دابا بلاتي كنحاول ندقق على الكاميرا، لان المهم دابا قريبه تركب قريبه تركب غير شويه ديال التركيز والخدمه
وعندك تهرس تاكما بلاتي احسن. وغادي تحصل على داكشي اللي بغيتي في التيراج، ما يبقاوش الدراري يسبقوك ويضحكوا عليك. ها انت ناضي ان شاء الله. حتى شي واحد ما تيقدر ما يدير لكم هاد الخدمه هادي، والله اخوتي ما كاين شي واحد اللي يديرها بالله، فهمتي؟ السيكليست ما عنده غرض يجري ولا ما يجريش، هو الاساس هو بدل لك الساكمه داكشي اللي بغيتي راه دارو لك، ما غاديش يدير وما عندوش انت مثالي هو باش يبقى يدير لك هادشي هكا. هو صافي خصو يصدرك شي بحالك. حنا علاش تنديرو هادشي؟ باش ما هو نورمالمون فاش كي تضعف الموطور صافي. ها هي دابا راكبه بخير، خاصها تاخر. ها هي دابا راكبه، ها هي ما كايناش هذاك في الجوا. حي حط السيلندر في الارض. ها هو انا نركزو فين هي فتحه. ها هي دابا ما بقات تما لا فتحه لا والو. ها هي مفتحه مسدوده. رانا رانا السقمه القديمه باش يعرفوا الفرق. السقمه القديمه ها هي، ها هي دي قطعه. حيدها كاع انت السقمه القديمه. هاي شتي الفتحه السقمه القديمه الجديده ما فيها لا فتحه لا فتحه لا والو. من نفس الطريقه هادي تقاد الطريقه تقاد السقمه الثانيه وعاد حنا ندوزو للمرحله الثالثه اللي هو المونتاج. ما بغيتش نطول الفيديو بزاف باش ما تملوش صافي. هادشي علاش من بعد ما سالينا البريد ديال السقمه غادي ندوزو للمونتاج. ولكن قبل ما ندوزو للمونتاج بغيت نهضر شويه على هاد البيستونات. فاش بغيت مونطي اخويا دوز لا الا كان عندك بيستون قديم فهمتيني، يعني شحال هادي ما حليتي الماكينه كدا، راك فاش غادي تقلب غتلقى هنايا في البلاصه ديال الساكمه غتلقاها عامره بواحد الكحوله. هذيك الكحوله تنعيطوا لها حنا لا كالامين، راه كتكون مربيه حتى هنايا فهمتي. احسن حاجه غدير غتشد لاما د المنشار ولا شي موس فيه فيه السنان وبقات دوز هكاك دوز 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 تتحيد ديك لا كالامين تتولي بحال هكا بحال هاد اللون. ايه تتولي بحال تتولي تشوف فيها داكشي ديال داكشي اللي في البيستون هو اللي غادي تلقى تلقى فيه هكا بحال هكا نيشان. من الاحسن ما تكراطيش البيستون الا كان ما مساريش عندك، ما كان السراج ما مساريش. السراج هو هذا، السراج هو هذا ماشي هو الكولاج. السراج هو فاش تلقى فيه البيستون مشرط ديك الساعات شدو كلاصيه بالحرش هاكا دوزو شي شويه بالحرش هاكا بالحرش. اما الحرش الرطب ماشي الحرش دي الحرش ديال الماء هذا باش هذاك الحل استقمت. بحال هذا بحال هذا هذا الكحل غتشدو بحال هكا غتشدو بحال هكا وكلاصيه بحال هكا. أيه. ولكن هذا عندنا بيستون ما مساري ما والو، من الاحسن ما تكلاصيه ما والو باش يخدم مزيان، ما يدير لا تقرقيب لا حتى شي حاجه. اييه اما الا كان مصيري بحال هذا فيه الشرطه الشراطي مجروح بزاف وكذا وهادي من احسن غير حكو. هادشي في حالات ما الا ما بغيتيش تبدل، الا ما بغيتيش تبدل البيستو. اما هي الا كان فيه جراحي بزاف وكذا احسن حاجه دير هي تبدلو. هادشي اللي نقول لكم. دابا خويا بدانا خويا في المونتاج. شي ندير في المونتاج الساكمه ديالك. الساكمه ديالنا هي هادي. ها انت بعد ركز معايا في الساكمه كتكون فيها واحد الكتابه. البيستو كاين هنا واحد المسمار. ها هي ها المسمار هنا ومسمار هنا، داك المسمار هو اللي كيعمر هاد هادي هاد الفي اللي كاينه هنايا. بلاتي ناكدو على الفي. ها هي الفي هنا راه تشونو الريال. ها انت شو شيها راه كاينه واحد الفي تما. ها هنا فاش غادي نبركع الساقمه ها هي شتيها. هذاك المسمار خاصو يطيح تما. المسمار تيجي بين الفي هاك، يعني كتزير الساقمه كتركبها كتسد بحال هكا وكيجي هذا المسمار من الفوق. فوالا ما عليناش هاكا تشد بهذه الطريقه هذه. وباش تزيد تاكد شوف الساقمه غتلقى واحد ار. ها هي شوف الكاميرا ما بغاتش تثبت. المهم غتلقى واحد ار. هي هنايا تجي ديما من الفوق هاكا، ار ديما تكون من الفوق باش ما تتلفش كاع. شد الساقمه غير بشويه حيت الا فرصتي عليها راه غتهرس. وبهذه الطريقه هذه وعاود تهبطها للجهه التحت. ماشي شي حاجه صعيبه سهله مالو، ما تبهرسيش عليها ما تجرهاش بزاف باش ما تهرش. صافي ها الاولى ركبات. فاش تبرد الساقمه ديما بلاصيها هنايا. ها هي تجي مسدوده. السلام عليكم. شدوها دابا ركبوها هنايا.
ندير لكم اسهل طريقه باش حتى واحد ما يوحلها الفيديو ما يكونش فيه حتى فايت نص ساعه ولا زيطاب. غدير شويه الزويته هنايا ديرها الساقمه الساقمه باش داكشي يكون مزيان. ديال البيستون ديالك كدا هادي وي معاك صافي. ديرو شويه السيلندر هكا غير شويه باش ملي تمونطي ما يكونش داكشي حرش يجي داكشي صداع ولا حرشيه ماشي حاجه. هان صلاتي سويتينا باش ما نكرسوش شحال من داكشي. قلب السيلندر بحال هكا السيلندر ديالنا غنديرو له هكا غنتعقل على البوزيسيون جهتك جهت كرشك. هاد الفتاحي هادو كيجيو من الجهه الفوقانيه ماشي من جهه الشاكمه ما كركبوش هكا. الا جاو هادو من هكا هاد تاثر الساقمه ديرها ماش باقي تطرطق داك العالم ديما غادير له هكا. السراجم تيجيو من هاد الجهه من هاد جهه هاد المربع ما يجوش من جهه الخوا ثم يجيو من جهه حيت من تما كيدخل ليسانس تيدخل ليسانس ومن هنا تيهبط من هنا تيطلع من هنا وكيدوز. يلا بحركه بسيطه تبرك على الساقمه وهادو تيجيو نيشان هاك تبرك على الساقمه الاوليه وتولي تبرك على الساقمه الثانيه حتى هي انت كتبرك وانت كدفع هانت البيستون دخل البيستون دخل هاو كيطلع وكيهبط فصافي فاش تدخلوا بحال هكا غادي ديروا في هذه الوضعيه هاك فوالا هاك. دابا هنا هنا فاش كتمونطيه برا ماشي سهل عليك سهل عليك ماشي تشدو يد دير هكا وتحطو ودير لاكس ديالك ودير سير كليبس. اما الا ركبتي البيستون هنا عاد جيتي كتدخل السيلندر صعيب عليك باش تقاد الساقمات هنا والضيق والحريق فراش هادي عندك. المهم هانت حنا دابا ناضي فاش اللي قلنا هادشي هكا راه حنا بخير غنشدو اللعيبه اللورما اللورما ديال لاكس بيستون غنديرو لها شويه لاكريس مزيان نديرو لها لاكريس حسن من الزيت باش النيت تشد لك بلاصتها ف باش النيت ما تبقاش طيح لك وتزلق وتجي في الارض. صافي دير لها شويه لاكريس هكا هي راه ديرها ماش غيطير هاد لاكريس ولكن صافي مزيان لا تنديرو لاكريس مزيان وراقب داك الجوان ديالك ديال السيلندر ايه عندك تكون تكون فاش جيتي تسر السيلندر تقطع ولا ما تقطعش. حنا راه ما قطعناش ما تقطعناش الا تقطع بدلو احسن حاجه بدلو ما غاليش داير شي جوج دراهم ولا درهم ولا المهم بوشيت جوان كامل كتقلب هاد لاكس بيستون واش فيه شي حروشيه هنا حيت الا كانت حروشيه تهرس لك اللورما. هذا هنا ما فيهش حروشيه كيكون محرش الناس اللي ما تيديروش الزيت المزيانه هادشي عندهم كلشي مشرد كلشي محرش مدكدك مدكدك يعني زباله. انت بهاد الطريقه هادي كيما وراكم تخشي السيلندر بحال هكا طلع ديالك انت بلاتي نركز على الكاميرا هي تحط لاكس بيستون ديالك هنايا بحال هكا كنحاولوا نبسطوا لكم هادشي حيت راه ما صعيبش حتى حاجه ما صعيبه ابن ادم يكون كيعرف بالعقل وغير بالشويه ركب غير حتى لعبه بالضحكو باللعب ما كدير حتى حاجه نتايا جالس في الدار ما عليك ما بيك تعلم ما عندك ما دير تعلم حتى حنايا تعلمنا حتى حنايا هكا تعلمنا ترمين حنا ما لقيناش اللي يعلمنا بحال هكا بالفيديو ولكن ضيعنا وخسرنا وهرسنا وبدلنا عاود كتخشي بلاكس بيستون مزيان دفعو حتى لداخل علاش باش عاوتاني غادي نعاودو نركبو السير كليبس ديالنا ولاني غادي نوريكم واحد السر قبل ما تركب السير كليبس احسن حاجه دير شحال من واحد حيت هاد السير كليبس كي شحال من واحد تيطير له احسن حاجه غادي دير غادي تشد السير كليبس غير واحد شويه ماشي بزاف بلاتي نركزو عليه بلاتي هكاك دابا تنوسعوه باش منين نبركو عليه ونركبوه يجي مطوندي اييه باش ما يطيرش حيت الا طار مشى السيلندر مشى كلشي مشى البيستون طوندي غير واحد شويه برك عليها شويه في الوسط صافي اخي حاكم بارك عليك هانت هي كطوندي تبغي تحطو غير بلاتي هي احسن شنو السير كليبس ديالك غير بالعقل برك عليه وراه فيه شويه الصعوبه ولكن ساهل هذه هي اصعب مرحله في هذا الشيء كامل هي السير كليبس هو السير كليبس خصك تعرف كيفاش تشدو فوالا
ها هو دخل في بلاصتو. راقب شو واش مزير بحال هكا، هذا راه مزير، خاص يكون قاصح شي شويه، يكون كيدور تما قاصح ماشي رطب. صافي هنايا كما تشوفوا بعد ما زيرنا البولونات وركبنا الشاكمة كما حليناها ولينا رديناها، دابا حنا ركبنا الفلتر بلاصتو كي كان، ها البولونات ديالو. دابا نديرو امار هلا ما كاين حتى شي لعبة. الضربة الاولى اخوت، الضربة الاولية كاين لا تسرسير لا تقرقير لا حتى حاجة، لا تكتيك لا حتى لعبة. الماكينة كدور ساكتة، كما كتشوفوا الموطور خاصو يكون كيدير الدخان خصوصا في الدو طون. ريد اخويا راه حنا مازال ما درنا لا ما لا والو، حنا راه مازال ما درنا لا ما لا حتى شي حاجة. ما تنساش ترد الدوريتات ديالك لبلاصتهم، تكب الماء ديالك ودير اماش، عيش الحياة. ما تنساش واحد القضية، روضي شي شوية، روضي شي 3 ايام هكاك، علاش على ما تشد الساقمة بلاصتها وعفط كيف تبغي، فهمتيني. واو بغيت نقول لكم واحد القضية، في حالة ماشي نهار مشيتي عند شي سيكليس وعاود لك الماكينة ياك، وديك الساعة وفاش ومونطيتي وكلشي جديد كلشي هو هذاك وما طلعتش الماكينة، ويقول لك سير تروضيها تولي عاد تولي تكسيري مزيان وداك الشيء، راه إلا ما عطاتش فاش في الأول راه ما تعطيكش، عمرها ما تعطيك، فهمتيني. في الأول فاش مونطيتي له كلشي جديد، لي زيتي بيستون جديد كلشي جديد وركبتي داك الشيء وما عطاكش الموطور، عرف عرف راه واخا تروضي 100 عام راه ما غاديش يعطيك. الله يرحم الوالدين، خاصك تعطيك داك الساعة هذيك، وإني ما مزيانش تفورسي عليه. المهم خاصك تعرف باللي راه الموطور فيه جهد، غاتحس به نتايا. وراه معانا واحد الاخ، راه معانا واحد الاخ كان ديجا فاشل، كان ديجا صيفط ليا الماكينه ديالو من كازا وصوبتها له وسيتها له هنايا وصيفطتها له لكازا، وعاد قلت له سير روضي، وديك الساعه سير بلاص الموتور خاصو يعطيك هو براسو قالها، راه هذيك تقدر تلقاو الكومونتير ديالو سميتو ياسين. المهم اخوتي تحياتي، نتمنى تكونوا عرفتوا هذا، تعلمتوا هذا الشيء هذا ديال السواقم وكذا. ما تنساوش جيم واللعيبات بلا ما نقول لكم، بارطاجي عندك عند 20 صحابك هادي، تهلاو في راسكم، وما تنساوش موتوريكس ديما في الدم، الله يعاون.